أخبار المهرية باختصار: وفاة فتاة وإصابة أخرى إثر انهيارات صخرية في منطقة مصور بمحافظة ريما. الأمطار الغزيرة تسببت بانهيار صخري آخر في مديرية السلفية وسقط على حاجز تفتيش تابع للحوثيين. الحكومة تتهم الحوثيين بعرقلة جهود وساطة دولية لإتمام عملية شاملة لتبادل الأسرى. الحكومة قالت إنها طالبت بالكشف عن مصير السياسي محمد قحطان، إلا أن الحوثيين قدموا شروطا تعجيزية. تعهد حكومي باستكمال نقل جميع العالقين اليمنيين في السودان وإنهاء عمليات الإجلاء الاثنين المقبل، وسيتم تسيير 7 رحلات جوية من السودان، 4 منها إلى مطار صنعاء و3 إلى مطار عدن. باريس سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي للمرة الثانية توالياً و11 في تاريخه، ورفع النادي الباريسي رصيده إلى 85 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 4 نقاط أمام لانس ليتوج رسمياً باللقب. لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي تمنح كلباً جائزة أفضل أداء عن دوره في فيلم فرنسي. اللجنة أشادت بأداء الكلب المقنع والواقعي، حيث أدى منشداً درامياً تظاهر فيه بالمرض على نحو بدا حقيقياً. إلى اللقاء باختصار آخر.